قال والعاملين عليه، والعاملين عليه هم الجبات أو السعات، ونستطيع أن نعبر عنهم بالوقت الحالي الموظف، نقول الموظف على الزكاة، الموظف على الزكاة. والموظف على الزكاة إذا كان من قبل ولي الأمر فإن ولي الأمر يفرض له من الزكاة مبلغا، فيقول أنت إذا قمت بجباية الزكاة فيكون لك المبلغ الفلاني من صندوق الزكاة أو من الزكاة. ولذلك بالنسبة للجابي يتولى دفع راتبه ولي الأمر من الزكاة، من الزكاة. وهنا أنبه إلى قضية، وهي أن بعض الناس وقد يكونون من الفضلاء والأخيار يفهمون هذه المسألة فهما مغلوطا، وذلك حينما يأخذون لأنفسهم من الزكاة لكونهم يوزعون الزكاة عن طريق الوكالة. فيأتي شخص مثلا يقول لإمام مسجد أو لمؤذن أو لرجل صالح خذ هذا المبلغ وزعه على الفقراء والمساكين ممن يستحقون الزكاة، فيفهم بأنه أحد العاملين عليه، وهذا غلط. هذا إنما أنت وكيل، إنما أنت وكيل، وقيامك على توزيع الزكاة من قبل الوكالة، فلا حظ لك في هذه الزكاة، لا حظ لك في هذه الزكاة. الأمر الآخر ما يتعلق بالموظفين الذين يعملون تحت الجمعيات الخيرية ويأخذون رواتب من الجمعيات، بعض هؤلاء الموظفين يعتقد بأن له حظ في هذه الزكاة أو نصيب، وهذا غلط وفهم مغلوط. فما دام أن الجمعية أو الجهة التي تعمل تحتها تصرف لك راتبا فليس لك حق ولا حظ ولا نصيب في هذه الزكاة. ولذلك هذه المسألة منوطة بولي الأمر، هو الذي يصرف للسعاة والجبات ويفرض لهم من الزكاة بقدر ما يراه مصلحة، لأن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. فيتنبه الوكيل على دفع الزكاة، ويتنبه أيضا الموظف تحت جمعية أو مؤسسة تقوم على جمع الزكوات أو الصدقات.